صحية طيبة. مع بداية هذا العام وضعت المؤسسات الصحية البريطانية أمام تحد كبير بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، والذي أدى بدوره إلى زيادة في عدد الوفيات، مما جعل السلطات البريطانية أمام خيار واحد وهو إعلان حالة التأهب القصوى بسبب هذا الحدث الكبير. ازداد عدد المرضى الراقدين في المستشفيات بسبب مضاعفات مرض كوفيد-19، وأهمها زيادة الاحتياج إلى الأكسجين، فكان يأتينا إلى المستشفى إلى قسم الطوارئ مرضى يعانون من تعب وضعف عام، وعندما نقيس نسبة الأكسجين كانت تطلع أقل من 90، وبالتالي تطلب دخول هؤلاء المرضى إلى المستشفيات. فزيادة الحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي والأجهزة المساعدة الأخرى أدى إلى زيادة إلى نقصان كمية زيادة الاحتياج إلى الأكسجين، وبالتالي نقصت كمية الأكسجين في أكثر من مستشفى في بريطانيا وأغلبها مستشفيات لندن، بحيث أن بعض المستشفيات حولت بعض المرضى إلى خارج لندن. هذه الزيادة في عدد الإصابات التي شملت جميع الأعمار، بحيث كنا نرى في البداية في بداية حصول الجائحة كنا نرى أغلب الأعمار هي بعد 60، لكن الآن نرى في مختلف الأعمار من عمر 19 سنة إلى 95 سنة. كانت بسبب هاي الزيادة كان بسبب ما يسمى بالسلالات الطاهرة، آخرها سلالة مميزة من فيروس كورونا في بريطانيا أطلق عليها اسم B117. B سميت بسبب بريتش، سموها بريتش لأنه أطلق عليها هذا الاسم. وهذه السلالة الطافرة هي مثيرة للقلق، لها أهمية سريرية كبيرة، وهي أنها تنتقل بسرعة بين من الإنسان المصاب إلى غير المصابين. الانتقال سريع، مضاعفاتها تكون قوية مقارنة بالسلالات الأخرى. هذه السلالة الجديدة تحمل عدد كبير من الطفرات الجينية، وأهمها طفرات 8 طفرات حصلت في بروتين سبايك اللي هو البروتين الخارجي للفيروس. وهذا المتغير وهو الفيروس الجديد له القابلية على الانتقال السريع مثل ما قلنا، مما يزيد من نسبة العدوى بحوالي أكثر من 60%. معظم الأوقات عندما يتحول الفيروس من شكل إلى شكل آخر ويحصل هذا التحور، عادة عندما يدخل إلى الجسم إلى جسم الكائن يدخل الخلية تصير عملية انقسام مات الفيروس. هنالك حالتين، الحالة الأولى أنه بسبب عمليات الانقسام تحصل طفرة بالجين في جين الفيروس، طفرة في جين الفيروس تنتج عن هذا الفيروس، معظم الأحيان تنتج فيروسات أقل خطورة. لكن المميز في هذا الفيروس، في فيروس كورونا، أن طفرات هذا الفيروس هي أكثر خطورة وأكثر مضاعفات، ومضاعفاتها تكون يعني مضاعفات خطيرة مقارنة بالأشكال السابقة أو الأشكال السابقة لهذا الفيروس. استقبلنا عدد كثير من المرضى، هؤلاء المرضى كانوا بحاجة ماسة إلى الأكسجين، ما تعمل له أشعة صدر تلقي تقريبا 60% من الصدر تلف يعني بسبب الفيروس، بسبب مضاعفات الفيروس. هنالك أعراض أخرى ممكن نجيب المريض، هو ألم في الصدر، ممكن يكون حصول الخثرة الدموية في إحدى الرجلين، خثرة دموية في الرئة، وهو حقيقة واحد من المضاعفات المهمة جدا واللي بدأت تحصل. أنا حقيقة أنا شخصيا شفت واحد من المرضى اللي عمره 29 سنة مصاب بالكورونا، فيروس كورونا، كان التحليل مالته بوزيتيف قبل أسبوعين، جانا بعد أسبوعين ألم بالصدر، ولما سويت له الفحوصات طلعت عنده جلطة في الرئتين اليمنى واليسرى، مما حدث بنا
إلى أن يدخل هذا المريض إلى المستشفى. الطفرات التي تحصل التي حصلت في الفيروس كانت هي السبب الحقيقي وراء انتشار هذا الفيروس وراء تغير عملية التعامل تعامل الفيروس مع الجسم الكائن الحي أو مع الإنسان، كيفية حصول المضاعفات أيضا. ولكن هذه الطفرات منذ بدأتها منذ بداية حصولها كانت طفرات سريعة، بحيث يبدأ الفيروس بالانقسام، بعد ما ينقسم تحصل طفرة جينية بداخل الفيروس، يتغير شكله إلى شكل من شكل إلى شكل من شكل إلى آخر، وهذا الشكل الآخر له مميزات أخرى وله مضاعفات أخرى تنتقل، بحيث وسرعة الانتقال تكون أكثر بهذا الفيروس، وهذا ما حصل في آخر طفرة اللي هي B117. هذه الخارطة من موقع Nextstrain نلاحظ بها كم عدد السلالات الطافرة لهذا الفيروس، فيروس كورونا. سنبدأ الآن بالبلاي. تلاحظون في أعلى الصورة هنالك تواريخ اللي هي 2020، فبراير، أبريل، جون، أغسطس، أكتوبر، ديسمبر. تلاحظون أيضا تحتها على يمين الصورة هنالك مجموعة ألوان مختلفة، هذه السلالات الطافرة للفيروس وأماكن حدوثها. راح نبدأ الآن نلاحظ في بداية حدوث الفيروس في الصين في الجزء الشرقي من العالم، بعدين انتشر. تلاحظون أغلبية الألوان هي الأزرق والبنفسجي والأخضر. بعدين نلاحظ بدأت تختفي هذه الألوان، راح تبدي تطلع ألوان جديدة. لاحظ اللون البنفسجي بدأ يختفي. اختفاء اللون البنفسجي معناها راحت هذه السلالة، بدأت سلالة جديدة. تلاحظون اللون الأصفر بدأ يطلع في أستراليا، هذا نوع جديد أو سلالة جديدة من الفيروس اللي هو 20F. بدأ نوع جديد آخر اللي هو 20G في أمريكا، تلاحظون اللون الأصفر أيضا. ما زال هنالك البعض من اللون البنفسجي في الجزء الشرقي من العالم. لاحظوا في أكتوبر 2020 تلاحظون في جنوب أفريقيا بدأ اللون البرتقالي. هاي هي السلالة الطافرة اللي انتقلت إلى بريطانيا اللي هو اللون البرتقالي اللي هو 20H50501YV2. صعدت راحت إلى بريطانيا، وتلاحظوها أيضا في أستراليا. بعدين وراها بدأت ظهرت سلالة طافرة جديدة اللي هي البرتقالي الأحمر، البرتقالي واللون الأحمر. هذه هي أنواع الفيروسات أو السلالات الطافرة لكورونا التي ظهرت في العالم خلال هذه الفترة إلى يومنا هذا. يستخدم فيروس كورونا نتوءات لدخول الخلايا، والتي تعتبر مهمة جدا لأن الشكل الثلاثي لهذه النتوءات مهم، يجعل الفيروس يرتبط بمجسات الخلايا بعدها يدخل إلى الخلية كما نراه الآن. هذه النتوءات هي من يتعرف عليها الجهاز المناعي كأجسام غريبة. المشكلة أن الجهاز المناعي في البداية تكون استجابته بطيئة، لأن عدد الفيروس في بدايتها يكون قليل قبل أن تأخذ بالانقسام. الانتصار الكبير للعلم والعلماء تجلى بإنتاج اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، وهذا اللقاح وإن اختلف منشأه فإنه وسيلة دفاعية متميزة ضد حصول مضاعفات المرض القاتل. فلاحظنا لقاح من فايزر ولقاح من أكسفورد، سبوتنيك، موديرنا، سينوفارم، هذه اللقاحات بجرعتين. في بريطانيا كان من المقرر إعطاء الجرعة الثانية بعد الجرعة الأولى بثلاثة أسابيع، تم تمديدها إلى 12 أسبوع، وذلك لتغطية أكبر عدد ممكن من
من الناس بهذا اللقاح. شركة جونسون أند جونسون الأمريكية الآن تعمل على لقاح جديد وهو بجرعة واحدة. لحد الآن منتظرين نقول الأبديتس عن هذا الموضوع عن هذا اللقاح. المضاعفات أو ما يسمى ماذا يحصل لك بعد حصول بعد أن تأخذ اللقاح؟ ألم بسيط في منطقة حقن اللقاح، هنالك ألم صداع، ارتفاع في درجات الحرارة، آلام في العضلات، قد تتطلب إذا كانت نقول عليها من الناحية السريرية أنه تكون أعراض شديدة، قد تتطلب من عندك أن تكون في البيت لمدة 24 ساعة مع أخذ كميات كافية من الحبوب المسكنة اللي هي باراستامول أو الايبوبروفين، لأنه اللقاح عادة يبدي عندما يدخل يبدي يحفز الجهاز المناعي، وتحفيز الجهاز المناعي هتدي الأعراض اللي تحصل واللي نشوفها بين الكثير، وأنا أيضا واحد من الناس اللي حصل فيها هذه الأعراض. عملية صناعة اللقاح هي عملية طويلة ومعقدة ولها خطوات كثيرة للتأكد من سلامة وأمان اللقاح وفعاليته، حيث تأخذ هذه العملية من الناحية النموذجية فترة أكثر من 10 سنوات. ولكن في حالة الطوارئ كما في هذه الجائحة ممكن تخطي هذه الخطوات وتسريع عملية إنتاج اللقاح بتسريع نفس الخطوات المطلوبة، ولكن لا يحدث ذلك بدون معرفة ماذا يجب أن نضع في اللقاح ليكون فعالا. وأخيرا أحب أن أبين بأن المسؤولية في المحافظة على مجتمع نظيف هي مسؤولية الجميع، ليست مسؤولية الطبيب وحده ولا المؤسسة الصحية، بل هي مسؤولية الفرد، مسؤولية السياسي. هذه المسؤولية مهمة جدا للحد من انتشار هذا المرض. أتمنى لكم جميعا الصحة والسلامة، وخليكم في البيت. شكرا.